بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات بجهة الدار البيضاء ستات، نظمت هذه الأخيرة وبشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس مدينة الدار البيضاء المناظرة الأولى حول المجتمع المدني وآفة المخدرات الواقع والتحديات. لقاؤنا اليوم الذي يأتي في إطار اليوم العالمي للمخدرات 26 يوليو الذي يخلد بدءا من 26 يوليو 2026 يوليو من كل سنة ويمتد بعد ذلك، يأتي ليشكل محطة شكر واعتراف بجهود العشرات من الجمعيات التي تشتغل في صمت، تضحي وتبذل الكثير في المعركة ضد المخدرات. هذا اللقاء ولد أو فكرته نتجت عن لقاء مع جمعية في مدينة سطات، جمعية إرادة، قمت بزيارة رواق لها لأجد أن قضيتهم هي كيفية إخراج 15 مدمن على المخدرات من هذه الآفة ويخوضون المعركة شخصا شخصيا. ثم كانت الفرصة للقاء مع ائتلاف في مدينة أخرى، ثم كانت الفرصة للقاء مع هيئات طرقت باب الوزارة وهي لا تطلب إلا أن يعترف بجهدها. حقيقة لقاؤنا اليوم في هذه المعلمة التاريخية هو للاعتراف بهذه الجهود. جمعيات كثيرة تنشط وتشتغل في صمت. ائتلاف الوطني لمحاربة التدخين والمخدرات، الشبكة الجمعوية لمكافحة المخدرات، جمعية الأزهار للتنمية بعين السبع المعروفة باسم قافلة لالي القرقوبي، جمعية الهلال الأحمر المغربي والتي أطلقت العديد من المبادرات، الفيدرالية المغربية لمكافحة التدخين والمخدرات، جمعية أطباء البرنوصي والتي بإشعاعها امتدت، وفي كل ائتلاف أو شبكة أو فيدرالية نجد العديد، فضلاً عن الجمعيات المحلية كما أشرت جمعية إرادة بمدينة سطات أو جمعية أخرى. لأنك عندما تلتقي بجمعية وتجدها تحتفي أو تحتفل بآخر سجينة أقلعت عن المخدرات في سجن، هذا ليس نشاط موسمي عابر، هذا نشاط عمل مستمر تتداخل في عدد من، ولهذا لقاؤنا اليوم لقاء للعرفان والشكر للمجتمع المدني. لا يمكن ربح المعركة ضد المخدرات بدون شراكة فعالة مع المجتمع المدني. المبادرة هي مشروع لتعزيز أولا الاعتراف بدور المجتمع المدني الذي يخوض هذا الحرب ضد المخدرات، ثانيا العمل على تعزيز قدراته وإرساء شراكة فعالة مع المجتمع المدني في هذه الحرب التي ليست بالسهلة. هناك مجهود يبذل على المستوى الأمني، على المستوى الصحي، نحتاج إلى مواكبته على المستوى المجتمع المدني. هناك عطاءات تبذل لهذا اللقاء أو المناظرة الأولى محطة لذلك. اللي نقروه هو أن شكون فيهم اللي كيشكلوا هذه الشبكة اللي تنشأت في أواسط ديال الألفينات. عبد الوفي الحراق، رئيس الشبكة الجمعوية لمكافحة تعاطي المخدرات. نحن كفاعلين ثقافي مثقفون وكإعلاميون وكصحفيون وكحقوقيون
ارتئينا اننا ان نساهم في هذه المناضله الظاهره ظاهره محاربه المخدرات من خلال هذه المناظره التي تعتبر حقيقه على مستوى جهه الدار البيضاء حدث تاريخي، لكون ان المؤسسات المجتمع المدني في شخصي وزاره ديال المكلفه بعلاقه مع المجتمع المدني ومع البرنامج، فهذه الوزاره اللي الان ربما نعتبر الخطوه ديالها خطوه تاريخيه اللي ارادت ان تشرك الفعاليات الاقتصاديه والاعلاميه والحقوقيه والجمعويه من اجل معالجه هذه الظاهره هذه اللي حقيقه اصبحت تستاثر بالراي العام، لان غالبا هذه المشاكل ديال العنف وديال الاغتصاب وديال القتل والعنف ضد الاصول والسرقه والجرائم اللي كثرت كلها نسبه تقريبا ديال واحد 90% ولا 80% وراء ديالها المخدرات. ضيف على ذلك الشغب اللي في الملاعب والعنف اللي كيصاحبه كله كذلك اسباب المخدرات، بمعنى ان هذه الظاهره الان هي المنبع ديال مجموعه الظواهر الاجتماعيه اللي خطيره تشكل خطر على الامن الاجتماعي بلادنا ماشي غير مستوى جهه الدار البيضاء، فالدعوه الى الاهتمام بها والمعالجه ديالها والانخراط فيها يتهم جميع الفاعلين كيفما كان مركزهم الاجتماعي والثقافي. شراكة طبيعة الحال اللي وقعناها مع الوزارة كتدخل في إطار واحد البرنامج واحد الاستراتيجية على مدى القريب من أجل تحديد واحد الأهداف معينة ومعالجة القضايا بعينيها، خاصة حسب ما جاء طبيعة الحال بكلام السيد الوزير على مستوى التشخيص والدراسات وإعطاء الحلول وملامسة الظاهرة في الواقع ديالها وفي العمق ديالها، وهو العنوان اللي كاين طبيعة الحال ديال هذه المناظرة وهو الواقع والتحديات، الملامسة ديالها على أرضية الواقع باش يمكن لنا أننا نوجدوا الحلول منطلقة من القاعدة من المعاناة ديال الناس مع هذه الظاهرة هذه. لذلك فغتكون حملات تحسيسية، ندوات، محاضرات، دورات، إضافة إلى المراكز ديال الاستماع والمراكز ديال العلاج يجب توفرها، حالة الناس اللي حالتهم مستعصية على العلاج عن طريق الإدماج الاجتماعي أنهم نحيلهم على مراكز ديال العلاج، إلى غير ذلك من البرامج اللي غتدخل في إطار الاستراتيجية العامة في هذه الشراكة هذه. الدكتورة حنين زهرة فاعلة جمعوية، أولا أنا سعيدة في نجاح هذه المناظرة، أبتهلها أولا الشكر الموجه لصاحب الجلالة الله ينصره بعد التفاتة المولوية وإعطائه أهمية الشباب، ألا وهي كان من بين التدشينات ديالو في شهر رمضان مركز معالجة الإدمان بالتشارك، فكانت بالنسبة لنا هذا المراكز هو ثاني مركز معالجة الإدمان من مدينة الدار البيضاء، المدينة المليونية اللي عندها واحد 7 مليون نسمة اللي عندها وعندها واحد ثقل من فئة الشباب، والشباب خصوصا فئة كبيرة منها الشباب التافه، لهذا ارتئينا انه هذه المناظره تدار في جهاز ديال الدار البيضاء اللي شاركوا فيها جمعيات المجتمع المدني وبحرقه وبكل غيره على الشباب، والهم ديالنا وهو انه يكون هذه المناظره ولهذا الموضوع علاج ظاهره المخدرات او لا الوقايه من تح من 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 التعاطي او لا الحد من المخاطر ديالها لا على الفرد ولا على المجتمع، تكون عندنا كواجب وطني اللي خرجت من لسان المجتمع المدني اللي عنده حرقه لهذا الشباب. اشتغلنا في هذا الاطار من الالفينات وبقينا كنشتغلوا في صمت، لانه الوباء غادي حتى هو بصمت وحتى شي واحد ما كان كيلتفت له، والحمد لله اللي اكتشفت الحقيقه وعرفوا ان وباء سيتي ايبيديمي فريمون اون ايبيديمي واللي خصنا نستثمروا فيه المجهودات ديالنا كاملين باش نقدروا نديروا يد على يد ونقدروا نحاولوا باش نقضوا الا كان ما يتنقد من هاد الشباب الصاعد. خصنا ما نهربوش من الواقع، الواقع مر، جميع الفئات المجتمع ديالنا عندهم هاد المرض. بالنسبه لهذا المركز، المركز اللي دشنا سيدنا اللي حنا مشرفين جمعيه الاطباء البرنوسي من نهار اللي دشنا سيدنا الله ينصرو والله يطول لنا في عمره،
لحد الان عندنا 120 مستفيد. هذا المركز اللي فيه شي قطبين، فيه القطب التطبيبي اللي عندنا اطباء متخصصين في طب الادمان، وعندنا ان بسيكاتر، وعندنا القطب الاجتماعي اللي هو غنوفروا لهم خدمات المواكبه الاجتماعيه والنفسيه. ما يمكنش كيف ما قالوا الاخوان في المجتمع ديال الجمعيات انه المريض نعطيه الدواء نقول له سير بحالك، خاصنا نواكبوه، خاصنا اعاده ادماج هاد المدمنين. وبالخصوص ان احنا كنعرفوا المدمنين او المرضى، انا كنتجنب الاسم مدمنين، هاد المرضى كيتعالجوا بعد ما كدوز عندهم الفرصه الاولى دازت لهم في حياتهم، كتبقى كنلعبوا في الفرصه الثانيه. هاد الفرصه الثانيه دخلنا فيها، خاصنا نعرفوا واحد الفئه، واحد البورسونتاج كيكونوا دخلوا خرجوا الحبس، دخلوا خرجوا الحبس، كيخرجوا واحد الملف عامر بالوسخ. في حيث ما بالتالي ملي كنصيفطهم يخدموا في شي شركات كيقولوا لهم جيبوا لنا ديك الورقه لافيش انتربرومتريك، ما كيشتغلوش. اشنو كيديروا؟ شنو كيديروا؟ كتلقى انه راه كيهز كروسه كيبيع فيها ديسير ولا الحوايج، ولكن بحد تيكون تنحاربهم تنوضوا نقلعوا لهم الكروسه. ما كاينش الحل. شنو هو الحل اللي غنديروا لهاد الشباب؟ اعاده الادماج ديالهم. لان وحنا في حربنا اليوميه في هادشي ديال المخدرات هو كنتحاربوا مع البزازه الصغار والبزازه الكبار واللوبي الكبير. اللوبي الكبير ديال المخدرات اللي طبيعي في المغرب كيتعتبر اليوم هو الملتقى الدولي ديال المخدرات، كل انواع المخدرات. الاخوان ما تصغروش هادشي اللي وصلتوا ليه اليوم في هاد المناظره. هادي كانت حربنا باش دير هاد المناظره، وعلم انها سنوات عقلنا باش ما دارش. الاخوان اللي كيشتغلوا معنا في المخدرات كيعرفوا هذا، باش دير مناظره. هذه واحد 7 سنين ولا 6 سنين كانت متابع المستحيل. قدير عبد المجيد رئيس جمعيه الازهار الاجتماعيه والثقافيه عمالة عين سبع الحي المحمدي والمنسق الفني لقافلة لاري القرقوبيلة للمخدرات، هو بداية كنوجه التحية والشكر الجزيل لسيدنا الله ينصرو ساماجيستي لوغوا محمد السادس نصره الله، لأن الانطلاقة تبارك الله وصلى عن بيجات من عنده يعني بتدشين واحد المجموعة ديال المركبات ديال حماية الوليدات من تعاطي المخدرات. هذا الشيء كيفرح. وبالمناسبة هذه المناظرة الوطنية الأولى داخل مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى سطات، اللي أول مناظرة وفرحنا لها احنا يعني كجمعية، فرحنا لها واحد الفرحة لا تتصور. لماذا؟ لسبب واحد، هو أننا غادي نعتقوا أكثر وأكثر هاد الوليدات ديال المجتمع المغربي قاطبة. أنا ما كنقولش غير مدينة الدار البيضاء الكبرى بقدر ما كنقول المجتمع المغربي. وصافي أن غون بليزير كنسجلوا الحضور ديالنا وهاد الالتفاتة ديال الوزارة المنتدبة، الله يعطيهم الصحة. أمينة بعجي رئيسة الجمعية المغربية للإنصات والتحاور، للدور ديالها هو خرق مراكز الإنصات التلاميذ والدعم النفسي. من خلال الجمعيه ديالنا اسسنا الفيدرالية المغربيه للوقايه من تدخين المخدرات، لان في عمل الجمعيه لقينا بان الافه الخطيره اللي تنخرج جسم ديال المؤسسات التعليميه هي المخدرات، وهي سبب في العنف، وهي سبب في التطرف، وهي سبب في مشاكل كثيره. فلهذا باعتبارنا عضو في المرصد الوطني للادمان والمخدرات مع البروفيسور جلال توفيق، واقتراح منه طلبنا باش نأسسوا هذه الفيدرالية، وهو الرئيس الشرفي ديالها وانا الرئيسة التنفيذية، وعندنا قرابة 20 جمعية اللي مشاركة في هذه الفيدرالية. وأول تنظن على الصعيد الوطني اللي تنخدموا بتقنية موحدة، لأن خدينا تكوين مستشوى الرازي حول تقنية التنشيط والوقاية من المخدرات. أيضا خدينا تكوينات من المرصد الاوروبي للوقايه من تدخين المخدرات باش تكون عندنا واحد الرؤيه علميه ودقيقه، ونجوزوا الخطابات المجانيه اللي تعطينا ممكن تعطينا نتائج عكسيه. فلهذا جبنا تقريبا من بعد واحد العدد من المدن 2016 خدمنا على جماعات سلا كلها وجماعات الرباط في اطار حملات تحسيسيه مع 20 اطار منهم اخصائيين مساعدين ومساعدين اجتماعيين غير ذلك. من بعد السنه الاخرى مشينا لمدينه سيدي سليمان، سيدي قاسم، قنيطره، والماس، طنجه، الدار البيضاء الى غير ذلك. كلهم هادو حملات توعويه، ومني تلقاو الحالات المرضيه
تنساعدهم وتنجبهم المستشفى الرازي للعلاج، لان عندنا واحد الشراكه مع وزاره الصحه مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ومن خلاله تنديو التلاميذ ديالنا المستشفى الرازي. ولكن لقينا بان المشكل اكبر بانه يتحل بهذه الطريقه. خصنا مراكز كثيره لمعالجه الادمان، والادمان فهو مرض مزمن اللي يصعب علاجه، واللي تتخصو اشياء كثيره اللي غادي نناقشوها في هذه المناظره، لانه هناك اكراهات كثيره للعمل الجمعوي، وهناك مشاكل كثيره تلقيها المجتمع المدني في العمل، اللي تتخص الدوله انها تمد يدها بقوه لهذه الجمعيات اللي عندها رغبه قويه في العمل وفي الانقاذ هاد الشباب. لان هنا بعدا بحكم استاذه عشت مراره ديال التلاميذ، وعشت حالات ديال انتحار تلاميذ بسبب المخدرات. فلهذا تنظن بان هذه المناظره غتعطينا واحد القوه، لاننا غادي يكون واحد العمل اللي غادي نجمعوا فيه اراء وافكار، ونخرج بتوصيات، ويكون تعارف بين هذه الجمعيات الوطنيه اللي تخدم على الصعيد الوطني، وباش نحاولوا اننا نخلقوا تواصل بيناتنا ونتكاملوا في العمل ونفيدوا بعضنا البعض. الرسالة ديالي قبل ما تكون الشباب تكون مسؤولين عن هاد الشباب. الرسالة ديالي هو أننا تعميم مراكز الإنصات داخل المؤسسات التعليمية، لأنهم تحلوا لنا مشاكل كثيرة قبل ما يتاحوا لنا التلاميذ في الإدمان. لأن إلا تنوفروا أخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين، وتنفعلوا الأندية داخل المؤسسات ما فيها مسرح، سينما، رقص، غناء إلى غير ذلك، هنا تنكونوا ملأنا الفراغ للتلميذ. هنا تنعطيو فرص أنه يعطي وفجر المواهب اللي عنده. اذا انا دائما تنقول ما كاينش تلميذ خايب، كاين ظروف اجتماعيه خايبه، كاين محيط سواء كان ديال المدرسه ولا ديال الاسره اللي هو خايب، تيعطينا تلاميذ بهذه الحاله هذه. اذا هنا تنقول بان الشباب خصو يتاثر داخل المؤسسه، وحتى خارج المؤسسه في دور الشباب اللي خصها تفعل، وتخلقوا مهرجانات شبابيه اللي يفجروا فيها المواهب ديالهم، اللي يبينوا القدرات ديالهم. لان الان الاعلام تيلعب على النجوميه، اذا انت واحد فيهم مكره يكون نجم، ممكن يكون نجم، لان كلهم بداوا بالمسرح في المؤسسات، بداوا بالغناء في المؤسسات الى غير ذلك. اذا انت تعتبر المؤسسه هي الفضاء الاول والاساسي والمربي الاول باش يقدر يعطينا طاقات. نور الدين اديب، رئيس جمعيه الاخوان للوقايه من التدخين والشرب والمخدرات، ورئيس مجلس وطني لحمايه الشباب من اضرار المخدرات. المشاركه ديالنا احنا كجمعيه كتهتم بشؤون الشباب والوقايه من الادمان، اليوم في المناظره الاولى اللي منظمها الوزاره لدى الحكومه، علاقه مع البرلمان والمجتمع المدني، بتنسيق مع جهه الدار البيضاء سطات، وكذلك بتنسيق مع مجلس مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم كجمعيه فعاله نشطه في هذا المجال، لدينا مجموعه من الاقتراحات اللي غادي نقدموها للسيد الوزير المكلف. نتمنى من الله باش تخاد بعين الاعتبار، نتمنى من الله باش تفعل. وحنا اليوم كمجتمع مدني ولا كوزاره ولا كجهه مجلس جهه الدار البيضاء سطات ولا كمجلس مدينه، احنا كنا مجندين باش نحاولوا نقضوا لباقي شي ما يتنقد من الشباب من الادمان على المخدرات. الحمد لله احنا كجمعيه خدامين يعني في هذا الباب، كنشتغلوا داخل السجون المغربيه وداخل المؤسسه التعليميه وداخل الاحياء الشعبيه من اجل الوقايه ومن اجل انقاذ مجموعه من الشباب اللي هما وليداتنا، فلدات اكباد ديالنا. تمنوا من الله اليوم نخرجوا بعض الحلول ناجعه اللي ممكن غتفيدنا وتفيد وليداتنا والامهات ديالنا والاباء ديالنا اللي كتخبطوا من اجل وليداتهم اللي الان صبحوا داخلين الدوامه ديال الادمان. تمنوا من الله هذه المناظره الاولى ما تكونش اولى، تكون ثانيه وثالثه والرابعه والخامسه من اجل انقاذ الشباب المغربي من الادمان على المخدرات. نبيله منير، رئيسه ومؤسسه الجمعيه المغربيه لضحايا الادمان والمخدرات. تاسست الجمعيه منذ سنه 2004 بدايه العمل الميداني منذ 2005.
في هذا اليوم احنا جد سعداء بالمناظره اللي كتنظمها وزاره برلمان المجتمع المدني. كنتمنوا عبر هذه البادره الطيبه انه تتمن فعلا مجهودات جمعيات المجتمع المدني العامله في هذا في محاربه افات المخدرات. كما اتمنى بطبيعه الحال اننا نخرج بتوصيات مهمه اللي غادي تخدم هاد الشباب وتخدم المجتمع، لان كنعرفوا بان هاد الظاهره هادي استفحلت بواحد الشكل خطير جدا لدرجه انها وصلت للفئات العمريه جد هشه، يعني فئه الاطفال. حنا بحكم هاد العمل ديالنا وصلنا لهاد الحقيقه وهاد الواقع الخطير. كذلك كنتمنى ان تكون مناقشات يعني توسع في جميع مشاكل المشاكل سواء المسببة لانتشار الظاهرة او كذلك مناقشات كذلك الوسائل والمسائل المعتمدة من اجل محاربة هذه الآفة. ايضا نتكلموا على المجهود ديال الجمعيات، لاننا حنا كنخدموا بالوسائل ديالنا ولكن كيبان بان كيخصنا نطوروا منها، يعني وكيخص يكونوا فعلا الدوله تاخذ بزمام الامور معنا وانها يعني انها تقوي معنا هذا العمل باش يمكن نوصلوا لواحد الحلول، لان الجمعيات بوحدها ما يمكن لها دير والو، حتى الدوله بوحدها ما يمكن لها دير والو الى هاد الافه هادي هاد الظاهره هادي الخطيره. كيخص تكافل الجهود لكل من مكانه باش يمكن لنا على الاقل تقليص من حده هذه الظاهره ان لم نقل القضاء عليها. قطاعات حكوميه مختلفه، نحن الان في هذه المرحله محتاجين باش نطوروا ونرفعوا من الوتيره ديال الاشتغال بالمجتمع المدني. السيد رئيس الجهه عبر على الدعم الكامل لهذا المشروع اللي حنا كنشتغلوا فيه واللي هو مشروع ديالكم. لهذا ان شاء الله اللجنه مع الجمعيات اللي وقعت الاتفاقيه الشراكه نعقدوا لقاء ثاني في الرباط لا يوقع فيه انصات يعني معمق، واللي غادي نطلبوا فيه من الجمعيات ومن كل مهتم انه راه درنا واحد البريد الالكتروني فاش درنا الاعلان على هذا اللقاء. اي شخص حضر معنا او اي شخص اللي كيتبع هذا اللقاء راه زيد من 3000 اللي تبعته على المباشر عنده فكره يراسلنا بها، لان باغي نخرج واحد دليل عام، باغي ندير واحد البرنامج ديال التدريب، باغي نعملوا على تسمين التجارب الناجحه والرائده وتعليمها، باغي نشتغلوا على تقويه العلاقه مع الجامعه. كاين عندنا هنا ماستر هنا في الجامعه ديال الحسن الثاني والدار البيضاء الشغال معهم. كاين القطاعات الحكوميه، وزاره الصحه تتقدم بشكليه ديال الوزاره ديال التربيه الوطنيه نفس الامر، الوزاره ديال العدل نفس الامر، عندهم مشروع ديال مرصد وطني ديال مرتبط بالاجرام متكامل. حضروا معنا منتخبين اللي الان سمعوا واحد عدد الافكار اللي تكون مشاريع اما ديال مقترحات قوانين او تصرح على اساس مراجعه نصوص تنظيميه. اذا كاين واحد الورش كبير اللي بدا واللي تصرح واللي ان شاء الله نفتحوا فيه على كافه الفاعلين. ان شاء الله كنوجه لكم الشكر مجددا. ختاما كننوه بالمجتمع المدني الصامد والذي يرابط على هذه الواجهة وعلى هذه الجبهة في هذه المعركة ضد المخدرات. وإلى اللقاء المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة حنين نجيدة.
سعد بوزين أصبح بالإمكان تناوله على جميع الواجهات، ويجب محاربة هذه الأفة بالقوة التي غزت بها هذه الأفة أبناءنا وثلاثة أكبادنا. شكرا. أساسية للمجتمع الإنساني ومؤشر على الاستقرار والازدهار والتقدم. من معيقات الأمن المجتمعي آفة المخدرات، تفشي الجريمة، التفكك الأسري، الهدر المدرسي، كلها آثار لهذه الآفة المدمرة. أكثر من نصف مليون مغربي يستهلكون المخدرات بمختلف أنواعها. 16,000 منهم يدمنون على المخدرات القوية من هيروين وكوكايين، وكذلك الحبوب المهلوسة التي يرتفع استهلاكها في أواسط الشباب. المدرسة وحاجة أخرى، مدرسة فيش واحد موحد شاغل مكفس، دابا غير مكفسين اصلا، اصلا مع الدخله ديال الباب كتلقى هذاك الشيء هنا موجود كيتباع صافي حداك، هذاك الشيء ماشي نقول لك حداك راه يدير هذا الدور راه الدور مو الصور ديال المدرسه راه بقى هذاك الشيء. التواجد ديال الحياه ديالنا شنو هو؟ هو هاد الوليدات ديالنا ما يضيعوش، لان بهاد الوليدات بهاد الشباب هذا راه غادي تكون عندنا واحد الامه رائده في المستقبل القريب من حول البلد.